ما حكم الاضطباع في طواف الوداع؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طواف الوداع لا اضطباع فيه، لأن الإنسان ليس بمحرم، فالإنسان يطوف طواف الوداع وعليه ثيابه المعتادة. نعم. ليس عليه إزار ورداء، وحتى لو فرض أنه ليس لديه ثياب معتادة كالقميص وشفه وأن عليه رداء وإزارا، فإنه لا يطبع في هذا الطواف. نعم. لأن الاطباع إنما هو في الطواف أول ما يقدم الإنسان إلى مكة. هو يقول في رسالته: أسألكم هذا السؤال لأنني جعلت طواف الإفاضة يقوم مقام طواف الوداع، وكانت علي أيضا إحراماتي فاضطبعت في هذه. نقول له لا اضطباع أيضا. نعم. لأن الاضطباع إنما هو في الطواف أول ما يقدم الإنسان إلى مكة، كطواف العمرة أو طواف القدوم.